السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. كاين واحد الحقيقه اللي خصنا نعرفوها كاملين، ان راه ماشي دائما داكشي اللي كنتمناو وكنحلموا به غادي يتحقق. راه تحقيق ديال الامنيات والاهداف عنده بزاف ديال التوابيت والاساسيات والاسباب، ومن بين هاد الاسباب كاين الاجتهاد، المثابره، عدم الاستسلام، والتخطيط الجيد للاهداف. راه بزاف ديال الناس كيحلموا اما بمنصب، اما بالنجاح الدراسي، اما بانه يولي ممثل او مغني او صحفي او رياضي، وزيد وزيد، ولكن راه ماشي كلشي كيحقق الاحلام ديالو، الا واحد الفئه قليله اللي امنات بالقدرات ديالها وخطات، دات واحد الاهداف وخطات ليها وتقاتلات على حتى وصلات. اما البقيه اللي كيبقى ناعس حتى 12 ديال النهار وكيفيق ويبقى شاد التليفون وعطي غير التفليه مع البنات والخو الخاوي، هذاك راه يبقى حياته كامله في نفس الدوامه، حيت ما عندوش واحد الهدف فيه اللي بغى يوصل ليه. وفين ما تسولو الدور يقول لك واه ما نقدرش، مستحيل. راه ما كاين شي حاجه مستحيل في الحياه هذه، راه حتى حاجه ما صعيبه وحتى حاجه ما سهله. واحد ما كيدير حتى مجهود وتصوري ولك والحياه صعيبه، راه ما صعيبه ما والو، انت اللي كتعقد على راسك. راه قال لك الحياه حلوه بس نفهمها، خصنا نفهموها وربي يحلينا بيبان كاملين. نخدموا هاد العقل اللي عطانا سيدي ربي، كنبقاو مخدمينو في القوه الخاوي. ما تقاش ضرب تمار على راسك، حنا واحد الشعب اللي كنقلبوا على السهله، ما كنبغوش نوضوا نتقاتلوا لحاجه نجبدوها من فوق السماء. راه حتى حاجه ما غاديش على عندك، تقاتل. راه لقى شي غناء عاس وكتسنى الحاجه تجي عندك، راه بربي لا طفرتي. وليتي كتلقى اغلبيه الدراري كيتبقى معول على والديه تيخليو ليه شي حاجه ولا شي يخليو لك. ضربت تمار على راسك، راه انت راه باقي شابك مستقبل، شابك مسؤوليه، غتكون واحد الاسره، خاصك تلقى باش غتكون ديك الاسره. والبنت كتصورها كتقول لك واه غنتزوج، غنبقى نتبع الزواج. الراجل راه ضربت عليه غيمشي غيبدل لك بوحده اخرى. ضربي تمر على راسك، ديري واحد المستقبل ديالك باش شي نهار وقع بيناتكم شي مشكل تلقاي عندك فين غتمشي تسكني، ماشي غتبقى تجي جالس حدا داركم. تشاو.